مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي يلي أصاب التوقعات برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة هالسنة. بالتفاصيل، قرر الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية ليوصل إلى 1.5%، وهيدا على المدى القصير. أيضا رفع البنك المركزي توقعاته حول الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 من 2.1% إلى 2.5%. كما توقع المركز الأمريكي تحسن أداء سوق العمل والاقتصاد. رفع نسبة الفائدة بأمريكا دايما له تداعيات كبيرة على الأسواق والاستثمارات حول العالم، كما بيأثر على نسب الفوائد يلي بتعتمدها دول كتيرة. وننتقل لشركة IBM يلي وقعت مع أبرز المصارف والشركات الصناعية والتكنولوجية شراكة لبدء مشاريع تجريبية وبحوث حول كوانتم كومبيوتينج. باركليز، جي بي مورغان، سامسونج، هوندا وأكسفورد يونيفرسيتي من بين الأطراف المشاركة، ويلي تم اختيارها لاستخدام هالتقنية الناشئة يلي بتمكن هالشركات من تجاوز أجهزة الكمبيوتر التقليدية بسرعة أكبر. وننهي من عملية استحواذ شركة والت ديزني على أصول قطاع الترفيه بشركة 21st Century Fox. هالصفقة تعد الأكبر بتاريخ ديزني ونقلة نوعية بمهنتها الطويلة. المزيد من التفاصيل رح تنكشف بالأيام المقبلة. هيدي كانت أخبارنا لليوم. أنا بشوفكم بكرة.